دي سابقه، لا انا مش مقتنع بيها ومش لاقي لها اي مبرر بصراحه يعني. طبعا ده لا يمنع الود مع الدكتور اشرف صبحي الوزير المحترم، والتقدير وكامل التقدير للكابتن خطيب اللي هو رجع سليم لبيته ان شاء الله. عايز اتكلم الاول على بمناسبه انتفاضه الدوله للاهلي. انا واضح ان في انتفاضه يا جماعه. استاذ محمد كامل، استاذ محمد كامل برضو مطلع برضو تويته، تويته غريبه برضو يعني. استاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره برزنتيشن بيقول الحمد لله على السلامه يا صاحبي، يلا في شغل كتير مستني، ربنا يكرمك. طب ماشي ربنا يكرمنا، ايه المشكله؟ ما فيش مشكله. وعلى فكره راجل محترم، وكل مره هتيجي سير برزنتيشن اقول ان هي اضافت للكره المصريه كلها وساعدت الانديه كلها وناس زي الفل. لكن انت دلوقتي المفروض انت الشركه الراعيه للزمالك، ازاي تقول ورا شغل كتير مستنينا؟ طب انت كده خلاص صنفت نفسك انت مع نادي الاهلي، حقك. طب انت انا نادي الزمالك، احنا لغايه دلوقتي احنا مش فاهمين، هو برزنتيشن لسه راعي الزمالك ولا مش لسه؟ ولو لسه يبقى بعد التويته دي يبقى مصيبه. ما ينفعش ما ينفعش. فانت حقك اخترت الاهلي، مفيش مشكله. ويا سيدي طبعا كنت فتره من الفترات كنت انت قريب من الزمالك، بس طبعا ما كنتش بتعمل ربع الكلام ده، ولا شفنا لك بوست ولا شفنا لك تويتر ولا شفنا لك اي حاجه. اخترت الطريق، انا ما بتكلمش على استاذ محمد كان ربنا يعني، هو اختار طريقه ومبسوط بيه. لكن انا بتكلم، هل دلوقتي يا جماعه في علاقه بين برزنتيشن والزمالك؟ هل هم لسه رعاه؟ اظن لغايه دلوقتي لسه رعاه. طب احنا اتكلمنا على صله وبلاش صله، وفي كذا شركه بديله، وخصوصا انت شلت الشعارات وقلت مش هتعامل معاهم او الكلام ده. طب هي فين الشركات دي؟ فين؟ فين يا جماعه؟ ما ينفعش. انا ما ينفعش دلوقتي ان الراعي بتاعي اللي هو اللي بيدور على صفقات للنادي الاهلي. كلام 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 غريب وعجيب. فلازم يحسم القصه دي، لازم يحسم القصه دي. ما ينفعش يبقى الراعي بتاعك اللي بيجيب لك الفلوس والاعلانات اللي هو الراعي المنافس التقليدي. الكلام ده مش برضه مش الليله في مصر. ده تويت مع استاذ محمد كامل، مع الاستقرار الدكتور اشرف صبحي الكابتن الخطيب، مع تناشط اتحاد الكوره، مع بيقولوا ان البلد كلها بتنتفض لعوده الاهلي والكره في ملعب الزمالك. اوعى تديهم الفرصه ان انت تكر في الخساره او في التعادل. صمم، ركز، معاك مدرب كويس، وحاوطه على الفرقه ان شاء الله دور